نعم، بشكل عام عندما نتكلم عن النفط سلعة سياسية سواء شئنا أم أبينا، وكل ما يتعلق في النفط من غاز يتم بيعه في الأسواق العالمية أيضا هو سلعة سياسية، فمن الطبيعي أن ترتبط هذه الأمور في السياسة. الإشكالية الآن في الصراع الروسي الأوكراني أن ردة الفعل الأوروبية والأمريكية سيكون لها آثار سلبية على إمدادات الغاز وعلى إمدادات النفط عالميا، والأسوأ من ذلك هي ردة فعل روسيا على ردة الفعل الأمريكية وردة الفعل البريطانية، والأسوأ من ذلك كله هو قيام العصابات الروسية بشن حملات هجوم سبرانية على منشآت الطاقة في الولايات المتحدة وأوروبا. طيب ما الذي يمكن أن يحدث يا دكتور أنس؟ أرجو أن توضح لنا أكثر بعد إذنك، يعني كيف ستدار هذه المؤسسات النفطية الضخمة من هذه الصراعات؟ بشكل عام في حالة قيام روسيا بغزو أوكرانيا ستجد الولايات المتحدة وأوروبا نفسها مضطرة إلى فرض عقوبات. هذه العقوبات لا ندري ما هو طبيعتها حتى الآن، ولكن المقترح البريطاني الأمريكي هو التركيز على نظام المدفوعات العالمي المسمى بنظام سويفت. هذا النظام إذا تم إخراج روسيا منه فلا تستطيع روسيا الحصول على إيرادات النفط أو الغاز من الدول الأخرى، وبالتالي فهو حرمان روسيا من هذه العائدات. هذه واحدة، ولكن قد يكون هناك فرض العقوبات مختلفة على أشخاص وعلى مؤسسات ليبية وعلى صادرات الصادرات الروسية وربما الصادرات الأوكرانية إذا سيطرت عليها روسيا في هذه الحالة. السؤال الآن، نعم، ماذا سيفعل بوتين كردة فعل على ذلك؟ هل سيقوم بوقف إمدادات الغاز إلى أوروبا؟ رأيي أنه سيقوم بتصنيف دول أوروبا إلى ثلاثة مصادر. ابقى معنا لو تكرمت دكتور أنس، ابقى معنا لو تكرمت.